نغوص في أعماق الأخطاء اللي تبدو كثيرة من محمد سعيد الكردي، علاش ما احتجيتوش قبل بداية المباراة إذا كان النادي الإفريقي عنده نوعا ما موقف؟ خاطر تسمع لزيكو بعد المباراة، نعرفوه الكردي باش يفرح بينا في الليست ديجا، صحيح، ونعرفوا الكردي ما عندناش ثقة فيه، علاش ما تكلمتوش من الأول؟ خويا احنا نحبوا نوريو اللي احنا عندنا حسنية، بدينا اليوم سيزون، بالنسبة لينا ما عندناش نقولوا سيزون جديدة، بديناها بسبري واحد آخر، أو أنه لي زاربيتر كلهم ما عندنا معاهم حتى إشكالية. ومع ليهم ماناش طالبين بحاجه صعيبه، احنا طالبين انك تعطي حق كل جمعيه العدل فقط. دونك ما نجمش انا نشكي من انسان وحنا نقولوا داخلين في صفحه جديده. خويا هانا دخلنا احنا صفحه جديده، وريني انت ايش عندك تو سامبلومون. وخيب خيب امالكم ولا خيب الثقه اللي اعطيتوها فيه؟ خيب امالنا. انت كنت حاضر البارح؟ اي كنت حاضر، وخيب امالنا الحق. حسبك انت، حسب رايك انت وحسب وجهه نظرك انت، شنو الاخطاء بالضبط؟ فما على اقل حاجه فما هدف صحيح، اقل شيء فما هدف صحيح، وفما خاصه اللقطه اللي انا شخصيا جلبت انتباهي، هو على حسب النجم انا بتاتر نكون غلط، انا شادد بالكرونو، مازلنا قرب 15 20 ثانيه وقف اللعبه، اللي تقصت من الكونتر، تقص كونتر كونتر 2 كونتر 2، مازال 15 ثانيه نورمالمون تكملها لاكسيون، هو كملها قبل ما يوصل حتى يكمل يتعدى بالمدافع نتاع مستير، باش ما نقول حتى شيخ، نقول نورمالمون لاكسيون تكمل، هذيك لاكسيون تكمل، وكانت لاكسيون مرشحه باش ان تخرج زوز دو كونتر ان. اللي هنا ذولي القصه هذيك كل عندي انا ما يتنحاش بالطريقه هذيك، علاش وهذيك علاش القصه هي التايمينغ نتاع القصه، كيفاش تتسكر انت بارتي، ما تفرج انت في العالم اجمع كيفاش اكسيون كيما هذيك تكمل بعدها تتقص. حاب يخرجها طاوله الكردي؟ انا ما نقول حتى شيء، انا نعطي معطيات، لا انا نعطي المعطيات. انا حسب مريض فما سونيه، والله كان انت نحي لي انا كونتر في اخر دقيقه وينحي لي هدف يقول لي وحتى جمهور الكلوب البارح تسمع الناس الكل تحكي، يقول لك حط الكره، يقول لك حط الكره طب ما نحيلكش ما يضمكش الرابط، قالوا احنا حطينا الكره في الكاس، حطينا الكره مرتين يا اخي، هذا يحكي في جمهور الفريق. انا عادينا مقابله طيبه جاتنا صحيح، خمسه سته فرص، فما الحارس نتاعهم تالق، فما احنا فرص ضيعناها، فما زوز علق لي واحده منها تحت في الشبكه، انا حالي البارح احنا بما انه ما احناش خاضعين للارتيكل 15 نتاع كره الشروط نتاع التلفزه والاذاعه والواحد، عملنا ما فيولا فهمت من خلال الصور اللي عديتهم تلفزة، معنا نجم نقولوا شعطتنا المفيولة، واستشرنا خبراء في التحكيم ما نعطيش اسميهم، هذا في البيرو نتاعنا، أي في البيرو نتاعنا، ايوه ثم اجمع على انه الهدف الاول للنادي الافريقي صحيح واضح او موا لو برومي بوت تاع النادي الافريقي هدف شرعي، ممكن يتعرض لعقوبات الكردي، ممكن تعرض العقوبات لانه باش تصير حسب الطبيعه الكوليس لي زانفورماسيون اللي عندنا بتصير دعوته، لكن بالطبيعه تعرف العقوبات عاده في العوام الاخر على الاقل وقت اللي تعاقب الاربيتر ما يتمش الاعلان عليها، لكن تلقاها مجمد، تلقاها ما يزفرش مثلا في 4 جورني 5 جورني تلقاه مش موجود، لكن في حقيقه الامر هو معاقب الاربيتر هذاك، هو راهو ثم ما جي في راس لي اسيستون خاطر لي دو بوت اللي تنحاو اي لورجو تنحاو على اساس دي زورجو فهمت، ما جي في راس لي اسيستون الكردي ناخذوه، انا واحد من الناس اللقطه زادريتها اللي حكى عليها معناها نتاع ايقاف المقابله تحشم بصراحه، معنا اربيتر معنا يكون انترناسيونال ودان غرون نيفو واحد مكمل لاكسيون تاعك، معنا فماش علاش تزفر هكا فهمت، ما ريتش الكردي وكردي ماتش، اما في اللقطه هذيك ما كاروش لي بوت، اذا كان ثم عقوبات ترجع لي زيستون. سي موران تو باش نرجعوا للحكايه واللغه والتصريحات نتاع نادي الافريقي المستهدف بصراحه. شو انا ذي كلمه مستهدف للناس كله اللي تقول مستهدف فما ولا قناعه؟ لا مش قناعه، فما وقائع، فما تحليل، وفما كونكلوجيون. الكونكلوجيون انا خليها للمحللين وللصحفيين والاعلاميين، حل خوش ما نقولوش احنا نقول، انا ما نقول شيء، انا نعطيك معطيات وانت اعطيني التفسير سهل. احنا شفنا عمناول كيفاش تعدى، سكرنا عمناول، عملنا سنه بريباراسيون دون لي بير كونديسيون في اصعب الظروف، والعباد الكل يعرفوا الظروف اللي مرت بها النادي الفريق، رغم هذا تغلبنا عليه، تغلبنا على الصعوبات الكل، عملنا ستاج لبرا، جبنا ستاف تكنيك من طراز عالي، شرينا ملاعبيه، حذرنا، عملنا كل شيء، ورغم العراقيل ماشي ورا بعضها قلنا ما يسالش، هنا كملنا لعبنا الجورني الاولى تعديت لاباس الحمد لله، قلنا ان شاء الله نبداو بالبدايه، توا الجورني الثانيه لا احنا بينا ولينا اون سوبوز دي كيستيون،
انا نتسائل ونعرف الاجوبه ما خرجهاش من عندي انا الاجوبه، انا نتسائل وخلي الاعلاميين هما اللي يحلوا ويقولوا شنو. فماش خطوه تبع عمليه ان الافريقي ربما باش يحتج والا باش يراسل ولا نكون واقعي على الاقل باش تعاقب الاربيتر والا. انا انسان في نحب نكون واقعي. نحتج ومن بعد عملوا ما نحتاجينا ومن بعد ما احتجيتوا ما عملتوا شيء ما ربحتوش. لا شنو اللي تنجم تعملوا كي تحتاج؟ هاو انت 10 ملايين توانسه على الاقل تقول راني ماشي قادر. نقول لك حاجه، هاو صوتك 10 ملايين توانسه يحتاجوا كي ما تعديتش الجوله الاولى في التلفزه. 10 ملايين توانسه احتاجوا، ما قراوش حساب 10 ملايين توانسه باش يغزلونا لينا احنا. كيف قوم بالجوله الثانيه ما تعديتش؟ تعرف الحاجه، تعرف الحاجه الباهيه في كلام سي مراد ومعناتها كلام رزين كمان تاع مسؤول، على اساس انه الجماهير البارح تحكي على 3 و4 اهداف، هو قال لك اقل شيء عندي هدف، معناه ما حبش يهول. لا نفس اللي حكى لي انا قلت لك حسب على حاله اراء الخبراء الهدف الاول معناه تاع النادي الافريقي ما فيش حتى شك انه صحيح، وديجا معناها استراتيجيه الفريق واضحه على اساس انها ما تحتاجش من البدايه. لكن هوني احنا بدنا كيف كيف حتى الملاعبين تاعنا موصلين لهم، خاطر باش نقولوا له راهو لازم واحد ساعات لازم يخمم. كان انت عندك على التيران حكم نقولوا باش يجي جاي ضدك، راهو ما يلزمكش تعطيه الفرصه، ما يلزمكش تحتاج وما يلزمش تعطيه الفرصه باش يخرج لك يعطيك ورقه صفراء ولا ورقه حمراء ولا يحطك سينيالي على الفي دو ماتش، باش ما نزيدوش احنا نصعبوها علينا احنا. امانه الحاجه اليوم اللي تخوفني هو الاحساس بالظلم، احساس بالظلم من عند شكون؟ من عند الجماهير. باهي.